السلام، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة، قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا، في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. ما موضوع اليوم مش نحكيو فيه على انسحاب نجلة التونسية. مواقع التواصل الاجتماعي صارت فيها ضجة كبيرة، وكل واحد فيهم يقول في كلام من راسه ما عندوش المعلومة الصحيحة. لكن نجلة أخيرا علمت شنو أسباب، فما اللي يقولك طردوها، فما اللي يقولك برشا حاجات خايبة، لكن هي خرجت وصرحت. لأنه كل شخص يخرج من برنامج احنا الكل في الكل مع فيصل الحضيري يقول راه طردناه، وهي ما فهمش منها الحكاية. كما صار العربي المزني، كما اللي صار اللي قبله صار عليها هي بالضبط. اليوم خرجت وحابة تصرح، قالت خرجت باش نحافظ على كرامتي، لأنه اللي صار معايا في البرنامج هذيك ماهوش سهل بالكل وماهوش بهي. اول حاجه الشجار ديما هي، والسيور ديما تكلاشي فيها وديما تحب تستفزها، وهي مش متبعة اللي تنجم تتحمل الشيء هذيك. ثاني حاجه اللي عملوا معاها فيصل الحضيري خايب برشا وعيب كبير برشا، انه ما يخلصهاش قديش عندها وهي تخدم. قالت انا نخدم على الفلوس، عندي عائله قايمه بها، ما نخدمش لله، هذيك علاش انا انسحبت. افضل لانه كما قال الميزني فما ناس يخلص فيها وفما ناس ما يخلصش فيها بالوجوه. قالت ما تصورتوش بالطريقه هذيك، مصدومه فيه ديجا انا فيصل، هذيك علي خيرت اني ننسحب، ما طردني حد، خرجت بكرامتي. بون، ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وتوا نقول لكم باي باي.